رسول الله صلى الله عليه وآله رجع من حجة الوداع، من حجة الوداع، صار بغدير خم. بها المكان هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أمر النبي أصحابه نزلوا وأمرهم بالجلوس. قام الواحد من عندهم يأخذ رداءة، يحط نص من الرداءة تحت رجليه ونص من الرداءة على رأسه عن أشعة الشمس، والوقت شديد الحرارة. وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، أعلن هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان، اللي الواقع ما قدرت يعني فقهاء القانون في عصر الذرة ما استطاعوا أن يأتوا بأشمل وأوسع مما شرعته هذه الوثيقة الضخمة، وثيقة حقوق الإنسان. صعد رسول الله على المنبر أعلنها، ثم بالأخير صح: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد، ثلاث مرات. ثم أخذ بيدي علي، رفعه حتى بان بياض ابطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.